تسقيش المنتخب الوطني في هذه المباراه خاصو يدخل في يدخل الصراحه مع عناصر فبشي رسميه باش بالشبال لينا حنا المنتخب ديالنا كي غادي ما بقاوش يجيبونا لعابه زوينين. الركراكي كيبان في كاس العالم في قطر بان الصراحه بان بسميش وبان بصوره زوينه. كنتمنوا في هذا الماتش هذا من هذا الماتش هذا المنتخب فهمشي يبين لينا. تفرجت في المباراه ديال كوت ديفوار بان لي المنتخب ضعيف بزاف. من هذا الماتش هذا كنتمنى انه قاد المنتخب تكون الفرقه زوينه باش ان شاء الله نتاهلوا لكاس العالم. وانا طنزانيا ماشي شي فريق قوي كنتوقع 3-0 المنتخب. لا انا سياحه. السلام عليكم خاوتي ان شاء الله تربحوا اليوم مقبل كلش وصافي بليزير يربحوا خاوه من الاخر كي الجزائر كي المغرب خاوه ساهلين طنزانيا ساهلين يربحوا المغاربه ولا 1-0 ولا 3-0. انا عندي واحد شهر ملي جيت المغرب المعامله تاع الناس شابه بزاف احسن معامله مع نيمار. وكمشجع مغربي غنشوفوا اول مقابله كل ماتش غيتلعب اول حاجه ونشوفوا اللعابه اللي غيدخلوا التشكيله ونشوفوا المدرب الركراكي كيفاش غيواجه المباراه هذه ونتمنى يربحوا ان شاء الله. وان شاء الله نتمنى المغاربه يزيدوا شويه لقدام. نتمنى اول حاجه بدا كنجيبوا شي كاس نبقاو نرجعوا الله ونبقاو نوصلوا حتى للفينال عاد فهمتش عاد نزباليو. نتمنى من الوالد الركراكي غيكون هو جاب شي لعابه زوينين والحمد لله كاين لعابه عندنا في المغرب تبارك الله متشرفين اوروبا. ونتمنى من المنتخب الوطني غدا ان شاء الله تجيب شي نتيجه زوينه. توقعوا عاد ديال يا خويا شي 3-1. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.